انت يا بنت خالتي تتمة الفيديو السابق، يعني حطيت لكم البارح ماء البقدونس. دابا ان شاء الله الطريقة سهلة، حضري ليا. المهم ضروري يكون عندك المصلوح. علاش؟ لان باش نفسر لك، حتى النساء ماشي بحال بحال، كاين اللي دغيا تيدوز لها البرد وكاين اللي عادي الحمد لله. مقلاة عادية وزيت الزيتون، ويكون عندكم اما قطعة ثوب فوطة اللي كتكون صحية، ولا قطعة هذا راه الثوب ديال البيت. شتو الثوب ديال البيت اللي كنقمطوا فيه الاطفال، هذا راه زويون وصحي. وغير تفريكه واحده بالصابون البلدي وتيخرج، والصابون الحمراء تيخرج روعه تنشمشو. ها انت يا بنت خالتي الطريقه سهله. كاين اللي ما تقدرش على دير المقلاه كترجع لها بالبروده، راه كنديروا الطريقه السهله، كنديروا المصلوح بعد ما حيدنا البريز كنحطوه هكا. هذه استعجاليه. كاين بعض النساء اللي كتجيهم الحكه الافرازات، تتبغي توجد واحد الوصفه اللي سهله. اوراق البقدونس، قطعه الثوب، صافي. وكنزول المصلوح وكنعملها ونمشي نعس ضروري. بنت خالتي هذه كنعملوها ان شاء الله تتمه الحلقه ديال البارح. البارح شربنا الماء المعدنوس او البقدونس، اليوم غنعملوا الاوراق ديالو. المهم تبعي لي الفيديو من الاول حتى الاخر، راه الوصفه سهله وغترحموا لي عليها ان شاء الله مشاكل الرحم. بزاف النساء في هذه الوقيته تيتعرضوا للبرد او البروده. خليكم معايا ان شاء الله، راكم عزاز وغالي، كثروا اللايكات جزاكم الله الف خير. يلا خليك معايا. اهلا وسهلا، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حياكم الله. كما شفتوا معايا وصفه حطيت لكم البارح، وصفه باذن الله البقدونس يعني كمشروب اثناء الدورة، راه مزيان مزيان غتشكروني عليه. الى قاديت الهرمون غتكونوا ان شاء الله في واحد السعاده لا توصف. المهم حضروا معايا واحد قطعه ثوب اللي عندكم، قطعه فوطه ولا قطعه ثوب، هادو راه تنعاود نصبنهم ونعقبهم ونديرو في الشميشه. فوطه صحيه تبقى عندك بنت خالتي، هذه ان شاء الله تكمله الفيديو اللي عطينا البارح، فهمتوني؟ يعني حطيت لكم وصفه ديال البقدونس الشرب اثناء الدوره، يعني كي تهبط عليك ان شاء الله نوجد هذه الوصفه اللي عطيتكم ونشربها اثناء الدوره. راه غير شربتوها غير واحد 3 ايام ولا 4 ايام وقت الدوره راه كافي، اما الا شربتوها اثناء الدوره راه مخيره، يعني كملتوها كتنقي وكترتاحوا من الكتف من الكتاف ديالكم، يعني ما كتبقاوش هازين واحد الهم واحد المشكل كبير. على بركه الله اليوم ان شاء الله تتمه. ناخذ مقلاه نوضعوا فيها، عفوا سمحوا لي، ناخذ فيها زيت الزيتون، زيت الزيتون اللي عادي يعني كيكون مطحون على يديكم معليش، ونوضعوا فيه اوراق البقدونس. يعني ما نكثروش هنا، لا كثرنا الكميه معليش، هنا اللي غنديروها في الخرقه راه معليش، غير ما نكثروش اثناء الشرب باش ما يوقعش لكم نزيف بزاف، حيت هو سخون يعني غير عريشات. اي حاجه ما نكثروش منها باش ان شاء الله ما نخافوش باذن الواحد الاحد. هنا عندنا جوج استعمالات، هنا عندي المصلوح، انا غنشرح لكم علاش بغينا المصلوح، حيت كاين بعض النساء اللي عندهم الحساسيه. مثلا كتسخن هذه الوصفه وكتعملها هنايا عزكم الله، كيوقع عليها مشكل، سمحوا لي واحد الدقيقه، كيوقع عليها مشكل كيعاود يرجع لها بالبروده، وانا متفقه معاكم يعني تيرجع لها بالبروده. هذا علاش غنستعملوا الوصفه الثانيه. كاين بعض النساء ماشي بحال بحال، كاين اللي ما عندهاش مشكل وكاين اللي دغيا هذاك السخونه تيعاود يرجع لها بالبارد تتبقى تحك. هنا ما بغيناش ناديوكم، غنخليو هذه نشرحوا الطريقه الاولى ونشرحوا الثانيه على بركه الله. نديرو هكا باش ما المهم نتوما راه غتربعوا قطعه الثوب تكون شويه مربعه كبيره، اولا داك اللي كتكون هكا مصاوبه تفتحوا لها واحد الجويه راه ديك راه زوينه. وضع على زيت الزيتون، نديرو شويه البقدونس، نحطو على نار خفيفه ونقليو بحال هكا، نديوه نجيبوه ومن بعد نحطوه هكا. هذه ان شاء الله غنديروها
ماء المعدونس او ماء البقدونس او مغلي او منقوع البقدونس، حيت كاين اللي مزروبه غتغليه وكاين اللي ما مزروباش غتنقعو. الماء ديالو غنشربوه لتنظيف الرحم ويرجع لينا ان شاء الله الرحم مكانه. هنا مني غتغسلي سيداتي ابنت خالتي مشي للحمام وتبغي ترجعي للصاله ديالك، هذه خصك تستعمليها باش ان شاء الله كل ما اعتنيتي بالرحم ديالك راكي بخير وعلى خير. طبيعة الحال راه يدينا يكونوا نقيين مغسولين، دائما استعملوا ما تمشوش عليا على البرودويات اللي كتكون باهظة الثمن وخيالية. الصابون الحمراء كندير طرف ديال الحامض وكنحك على الاظافر ديالي مزيان، وشيتة السنان كتكون اللي مستعمله وكنخليها، والصابون الحمراء صافي كيبقاو اللويدين طبيعيا، يعني راه زويونه وصحيه هادشي اللي كاينه. بتخات ناخذو هكا، بغيت تعاود تضيف لها قطعه واحده اخرى معليش، بحال المسمنه بنت خالتي. ما حد دافئه غنديرها في السليب ديالي عزكم الله، حتى الرجال راه ممكن يعملوها، راه ماشي غنعالجو المراه ونخلو الراجل، حتى الراجل الا كان عنده البرد راه تا هو كيتكرفس كثر من النساء، غير هو مساكن قليل يحط لي التعليق راني عندي البرد تنجاوب. نديرها بالليل، يعني بغيتي تعاودي تاني الطريقه واحده اخرى ممكن يكون عندك جوج خرقات بين ما تحسي انك مرتاحه، نعملها واحد 3 ايام ولا 4 ايام بعد الدوره ونحبس. صافي الله يجعل البركه، نعاود تاني الشهر الماجي تاني اثناء الدوره ناخذ ماء البقدونس ونشرب المده اللي تكفيني وما نكثروش، راه هو عادي زعما ولكن غير باش نبان، حيت كاين اللي ما تيقدرش على الرائحه ديالو. وبعد الغسل نعملو تاني هالطريقه. كاينه الطريقه الثانيه وهي اننا ما غنقليوش باش ما يرجعش لينا سخون، غنحط البقدونس بدون اضافه زيت ونحط المسلوح سخون بحال ما هكا، يعني حتى سخناه وحيدنا البريز، فهمتوني، حيدنا البريز من الكهرباء كيبقى هذا سخون. كنقول انا هذه الوصفه غنعملها وغنمشي نعس، فهمتوني، هذه الوصفه غتعمليها وغتمشي تنعس، يعني راه ما غتمشيش تخرجي. صافي من بعد نحيد داك، نعاود تاني نربعها بحال هكا ونحط المصلوح حتى نحس بداك المصلوح الحراره كامله توزعات على الخريقه او للقطعه الثوب معها البقدونس، ونلبسها. انا كنعمل غير وحده وكنمشي نعس، صافي كافيه. من بعد كنحيد هذه كنصبنها والبقدونس راه غيمشي في حالاته، يعني زيرو درهم، راه غير مكلفه، راه انتي كتقداي الربيع للدار ديالك، وناخذ واحد القبيطه نخليها في وقت الدوره الشهريه والباقي نخليه ونمشي نتقدا واحد القبيطه واحده اخرى بعد الدوره. غتهنيكم ابنات خالتي، فن فن فن، تعالج مشاكل الحكه، مشاكل البرد، افرازات، التهاب. لو تعرفوا الفوائد ديال البقدونس راه سبحان الله سبحان الله، راه زعما كاين وصفه اللي متناول الجميع، حتى الميس ممكن يعملوها، حتى هي راه ما عندها ما فاتها شي اضرار. متتبعه اتصلت بيا قالت لي البنيته واش ممكن تشربها، قلت حتى البنيه انا عطيتها كاس تشرب اثناء الدوره كتهنيك، حيت كاين شي ادويه اللي واخا كتشربيها كتعاود ترجعي للالام. وبعد الدوره نعمل هذه يومين ثلاث ايام اربع ايام، علاش؟ لان كل سيده كتختلف، كاين سبحان الله من اليوم الثاني كتحس بالتغيير، تحس بالراحه، كاين اللي مسكينه كتبقى واحد المده ثلاث ايام اربع ايام على حساب. وكوني على اكيد المره الاولى تعمليها والدوره الثانيه ان شاء الله الشهر المقبل راه غتحسي بواحد الفرق وتعودي مدمنه عليها، يعني راه هذه الوصفه غتحتاجيها كل اخر الشهر، كتبقى السيدات كيختلفوا على حسب. هذا راه هذا البقدونس راه رحمه، هادشي اللي كاين ابنات خالتي، وصفه سهله وفي متناول الجميع، الطريقه اللي قلت لكم اختياريه، كاين اللي سبحان الله كتبغي هكا تهزها من المقله عادي ماشي مشكل، كاين اللي كتبرد عليها الخاقه وكتعاود مسكينه كتقول لك انا عاود رجعت لي البروده. كل سيده والحلها، كنحس بالحكه، كاين مجرد غير كتبغي تبدل، واخا انك تخبى على البرد كتبغي تبدل دغيا البرد تيمشي ليها، كتعود عندها الحكه القريص تاكدي انك راه عندك البروده في الرحم، راه ساهل العلاج ان شاء الله. راني فايت حاطه بزاف الوصفات، وان شاء الله نشارك معكم.
اللي عندها هذا المشكل، دوشات ولا بتلات كتحس بالثلج من النص ديالها حتى الاسفل، راه عندها البروده. كاين الحل ان شاء الله وكاين الوصفات. المهم دابا شاركنا معكم تتمه الفيديو ديال البارح، البقدونس راه رحمه. هادشي اللي كاين بنات خالتي، نتمنى لكم التيسير والرحمه وطول البال. مع السلامه.